الحقيقة أنا متأكدة أسميتها فريحة. مرحبا حبايبنا تلات سارة، كيفكم؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم حيكون عبارة عن حدا اتصل وخرب الاتصال. فيديو اليوم تحدي اعرف المسلسلات التركية بشكل عام اسميهم. انا مني كتير حاضرة مسلسلات تركية، يعني بنعدوا على الاصابع يمكن شي 5 مسلسلات، فحبيت انه اتحدى بهذا التحدي نفسي انه هل حعرف المسلسلات التركية اللي هلأ دارجة كتير بالتي في، ورح اقدر اخمنها عن طريق مشاهد. رح تشوفوا كيف طريقة الفيديو بالفيديوهات ان شاء الله، وانتو كمان حلوا معي هاي الالغاز اذا انتو كمان خبرة بالمسلسلات التركية، واكتبوا تحت بالتعليقات خليني اشوف مدى خبرتكم. قبل تشوفوا الفيديو اشتركوا بقناتي الزر الاحمر يتحول لرمادي وتنضموا لعائلة حبايب تلات سارة، وبيج لايك، ويلا نبلش الفيديو مع بعض. تحدي أسماء المسلسلات التركية. ماشي، مستعدة. شروط اللعبة: كل ما هو عليك هو أن تكمل اسم المسلسل الذي أمامك. هل أنت جاهز؟ هل أنت جاهزة؟ جاهزة، يلا. أكمل اسم المسلسل. أوه في وقت كمان. حب حب معرفت. حب أعمى، والله ما تبعته. مين عرفه؟ ما تبعته. أكمل اسم المسلسل. أنت أنت عمري، أنت حبي، أنت روحي. أنت وطني، كمان ما تبعته. طيب أكمل اسم المسلسل. عاصي، أتوقع عاصي. هلأ شكله عاصي. ياه فرحتي. 1-0. طيب اوكي، 1-2 يعني. اكمل اسم المسلسل. ايز او ايز. ايزل، اتوقع ايزل. كان قديم. ايزل. 2-0. اوكي 2، حلو. مش 2-0، عرفت 2 يعني. اكمل اسم المسلسل. اسميتها فريحة. يا انا متأكدة اسميتها فريحة. كتير فرحانة. اوكي ليش الحماس هذا كله يعني؟ صح اسميتها فريحة. اكمل اسم المسلسل. على مر. بعرفه بعرفه، على مر الزمان. يس على مر الزمان، حلو. اكمل اسم المسلسل. سي. لا لا ما عرفته. سيرة. اوكي والله كنت سامعة فيه بس ما حضرته. اكمل اسم المسلسل. العشق. العشق الممنوع. صبر ومهند يعني، اكيد من متابعين هذا المسلسل انا. صح. يلا اللي بعده. اكمل اسم المسلسل. حريم السلطان. عن جد حبيت الفيديو. حريم السلطان. طيب اللي بعده. أكمل اسم المسلسل. زواج ميم. زواج زواج مصلحة. أوكي لا ما تبعته هذا، ما تبعته. أخبرنا في التعليقات عن مسلسلك التركي المفضل. حسناً، انتوا اكتبوا لي بالتعليقات شو المسلسل المفضل عندكم المسلسلات التركية، وكمان اذا انتوا عرفتوا مثلي معظم الاحتمالات، او اذا عرفتوهم كلهم او اذا ما عرفتوهم اكتبوا تحت التعليقات خليني اشوف. حبايبي كثير محمسة كمان لاشوف خبرتكم بالمسلسلات التركية. احسن مني؟ اكيد احسن مني، انا ما عندي خبرة كثير. وبس هيك خلص فيديو لليوم حبايبي، خفيف ظريف فكاهي. حبيتوا انتم هيك انواع فيديوهات، فحبيت ان شاء الله استمر بهاي السلسلة. اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تعملوا بيج لايك وتشتركوا بالقناة زر الاحمر يتحول رمادي، وتكونوا جزء من عائلة حبايب نوتيلات سارة. تابعوني على انستغرامي، انا بحبكم كتير. بشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي مع فيديو جديد. باي.